مرحبا مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحي وسريع اليوم الحلقه كتير مهمه مخصصه اذا بدكم للاطفال وتغذيه الاطفال مش معناتها اذا ما عندكم اولاد بتهربوا بالعكس كل العالم لازم تستفيد من هالحلقه لانه نحن نؤمن انه البدايه هي اهم شيء بحياتنا كيف بنعلم اولادنا من هن وصغار بيتبنوا هالموضوع هذا لكل الحياه هلا رح بلش بنصيحه الاسبوع يلي بتقول انه وبنبهكم انا من الدعايات يلي اللي بتروج الحليبات المخصصة للأطفال بعد عمر السنة انتبهوا كتير شو عم تعطوا لأولادكم حليب لأنه إجمالا إذا الحليب محلى أو زيدين له فيتامينات ومعادن يمكن ما نكون نحن بحاجة لإلهم أو الأولاد ما يكونوا بحاجة له لأنه كل الفيتامينات والمعادن المنزادة على هالأنواع من الحليب أولادكم ما عاوزينها إذا عم بيأكلوا من طبخ البيت المتنوع مثلا أنا ببيتي طعمت أولادي الحليب أو عطيت أولادي الحليب العادي يلي كلنا ربينا عليه بعد عمر السنة وكل ما تبقى أنا برأيي هي نوع من الماركتينج يلي بتروج أنه الولاد بعد عمر السنة هن بحليب بحاجة لحليب مخصص فأنا بقولكم وعلى مسؤوليتي الولاد بعد عمر السنة إذا كانوا عم بيأكلوا من أكل البيت وعم بيأكلوا كل شيء هن بحاجة لحليب عادي يلي نحن الكبار بنشربه هلأ رح انتقل لموضوعنا لليوم موضوعنا لليوم مشاهدينا هو عن ادخال الطعام الصلب عند الاطفال ومثل ما لكم كل هالحلقه مخصصه للولاد قد ما كتير طلبوا منا عبر الفيسبوك انه نحكي عن هالموضوع هلا انا رح انه نحن بعيادات صحي وسريع بنسمع كل يوم امهات ضايعين اي متى ببلشوا يطعموا اولادهم على الست اشهر او على الاربع اشهر مشان هيك خصصنا حلقه اليوم تنحكي عن موضوع ادخال الماكولات الصلبه عند الاطفال بس كمان حبينا نستشير دكتور داني الحامض شو عنده إلنا عن هالموضوع العلامات يلي بتخلينا نعرف انه الولد صار جاهز لتناول المأكولات الصلبه اكيد انه الولد لازم يكون قاعد بكرسته يقدر يجلس ظهره ويجلس راسه ثاني شيء وقت بنقرب الملعقة لتم هالولد بده يفتح تمه هالولد او اذا كان شاف اهله عم بياكلوا بيقدر يعبر انه يفتح تمه هو بده ياكل الشيء ثاني انه وقت بنعطي الولد هالاكل هيدا الولد بيكون متعود بالاول يشرب الحليب سو بيستعمل ليشرب الحليب وقت نبلش نعطيه الاكل بده يخسر هالرفلكس هيدا سو بده يصير يجرب يبلع الاكل يمكن بالاول نشوف يظهر الاكل لبرا تمه بنقدر نستوعبه بس بعدين شوي شوي بلش يتعود اما الشيء الاخير انه يقدر يعبر هالولد انه اكتفى من الاكل او شبع سو وقت بنقرب له على ياكل بيبرم راسه ويعبرنا انه هو خلص اكتفى من الاكل أكيد لازم نعرف إنه الأكل لازم يكون متعة للأم هي والطفل، أه لازم يكون عندها وقت لهالشغلة هيدي، ولازم نعرف إنه ما لازم يكون بالقوة، ما يكون بالضغط على الولد، إذا ما بده يتقبل أول مرة فينا نرجع نجرب بعد فترة ثانية، وآخر شيء إنه الولد وقتها بده ياكل ما يكون نايم تنتفادى التشردق بالأكل. أما ما يتعلق بالسؤال الثاني وهو متى لازم نطعمي الولد أو التأخير بفيد بالحساسية، أنا أكيد ضد الفكرة، لانه في كثير من الدراسات عم تنعمل هلا وبرهنت انه اذا اخرنا بالاكل يمكن يزيد من حساسيه الجلوتين فأكيد so اكيد بشجع انه نبلش نطعمي ولادنا على الاربع اشهر كما انه في الجمعيه اللي هي منظمه التوعيه للحساسيه على الجلوتين برهنت انه لازم نطعمي الولد على الاربع اشهر وهيدا بخفف من الحساسيه اما ما يتعلق بحساسيه الاكل بشدد انه لازم نطعمي كل صنف لوحده للولد لمده 3 ايام تنتاكد اذا طلع في عنا عوارض حساسيه مثل طفره على الجلد او اسهال وكل طعم كل صنف من الاكل بفوت ل 3 ايام اما اذا كان الام بتردع الولد اكيد لست اشهر انا بقول المنافع تبعت الرضاعه جدا مهمه ان كانت بتزيد مناعه الطفل ان كانت بتخفف له من الحساسيه او ان كانت بتعطيه الغذاء الكامل بفضل انه حتى هو عم بترضع الام تبلش له الاكل على الاربع اشهر لانه كل الدراسات برهنت انه هيدا كمان بخفف من الحساسيه اكيد مهم جدا انه الام ترضع احسن من الحليب العادي او الحليب المصنع وبكل الطرفين بفضل انه نطعمي على الاربع اشهر اكيد انا مع انه نطعمي اولادنا بين الاربع اشهر والست اشهر وما ناخر لهم لبعد الست اشهر لانه هالحساسيه معقوله تزيد مثل ما قال دكتور الحامود انه طفلكم بيصير مستعد للاطعمه الصلبه لما عن جد بيقدر يقعد مع شويه دعم يهدي راسه هي اهم شغله ويبعده لما يشبع في الولد بيعطيكم اشياء وكمان يلحق الملعقه بعيونه ويقدر انه يبلع فهدول اشياء الام دغري بتحس انه لا صار مستعد انه ياكل تذكروا مشاهدينا انه صح سريع بيشجع انه حليب الام يضل المصدر الرئيسي لتغذيه الاولاد خلال السنه الاولى بحلقتنا لليوم رح نعطيكم كتير اشياء نصائح ومفيده كيف بتنتقلوا من اكل الاولاد الرضاعه للصلب بس قبل في عنا ريبورتاج شفنا رح نشوفه سوا هلا بالسوبرماركت مرحبا اليوم حلقتنا كثير مهمة مشاهدينا ولحالكم كيف تعملوا أكل لأولادكم من عمر تقريبا الأربعة أشهر لعمر إذا بدكم سنة ونص، أول شغلة وقت توصلوا على السوبر ماركت جربوا قد ما فيكم اشتروا لهم لأنهم كثير صغار الخضرة العضوية إذا توفقتوا فيها وإذا لا فينا نشتري الخضرة العادية، هلا أنا اشتريت بطاطا عادية ما توفقت بالعضوة وهون شو ما عندي بلاقي وبجيب وباخذ وما بعتلهم، لقيت سباني اليوم توفقت بجزر توفقت بملفوف كلهم هول بخدن لانه هلا بتشوفوا بالاستديو كيف رح نعملهم حتى قرنبيط بيسوى بالشوربه تبع الاولاد في عندي بروكولي بخدع وعندي حتى كوسه اليوم فاليوم انا موفقه رح استعمل كل هالخضره لحتى اعمل منها شوربه للاولاد الصغار بس وين بدي احطها بدي احطها بحناجير انا شريتهم قبل ما بلش انا اعمل الشوربه ببيتي مشان هيك رح نروح انا وياكم هلا على محل ما بنشتري الخضره الصغيره للولاد الصغار وفسر لكم شو بتشتروا قديه بتشتروا وكيف بتستعملوه قبل ما نعمل الشوربه للاولاد شو لازم نعرف عن الاشياء الموجوده بالسوبر ماركت طبعا ببعض الحالات مش كتير ذكاء انه واحد يسلق جزره وحده ويطعميها لابنه خاصه اول ما يكون عم ببلش يطعمي الاولاد اكل فمشان هيك بهالحالات هاي على يومين ثلاثه انا بفضل انه نشتري الحنجور من السوبر ماركت شرط يكون مكتوب على الحنجور بس خضره وحده ومي هون بدكم تنتبهوا كثير مثلا بكل هدول مش على طول متوفق بالاشياء اذا بنطلع هون مثلا انا عندي بقلب العلبه هون محطوط اورجانيك بيز ووتر يعني في بس بازلا ومي هيدا كثير منيح مثله بده يكون في مثلا كارت ووتر جزر ومي سبانغ ومي بس انا بفضل منعة الاولاد اول ما يبلشوا ياكلوا اشياء مخلوطه واشياء فيها مواد حافظه واشياء فيها سكر فمشان هيك بننقي من, من هيدولة نوع واحد مثلا على يومين وبنكثر الانواع هذه اشياء حفص لكم عنا اكثر بالاستديو بس هذه شغله كثير كثير مهمه يعني وقتها بتجوا بتلاقوا محطوط مثلا هون جزر وانا على حقريركم المكونات في جزر في نشا في زيت نباتي في فيتامينات مش هذا هو اللي انا بدي بس جزر ومي بقلب الحنجور إن شاء الله تكون فسرتها منيح لأنه هلأ إحنا ننتقل على السجدة حتى نكمل حلقتنا سوا مشاهدينا موضوع إدخال الطعام عند الأولاد موضوع كتير مهم وحساس جداً وتأكدوا إنه من هالوقت كيف بتعلموا اولادكم ياكلوا وكيف انتم بتركزوا على قوانين الاكل صدقوني بيعطي فرق مليار بالمية مع العمر، يعني كيف الام بتبلش تطعمي ابنها باي طريقة هذا الشيء بيأثر على عمر السنتين وثلاثة وأربعة وحتى وقت يكونوا بسن المراهقة، فلازم من أول يوم من أول يوم من طعم ابننا نفرجي إنه نحنا المعنى حق بهالطريقه هاي ونحنا اللي شو بدك تاكل وقديه بدك تاكل طبعا مع احترام هو شو بده يعني بده يكون في تبادل بهالاراء بس ولد من اول يوم بده يحس بالفرق فانا هلا رح بلش بالشوربه اللي رح نشترينا وقتها بدي احطهم مثل ما قلت لكم هلا كمان اللي لازم تعرفوه انه انا اليوم عم بعمل نموذج من شو بعمل مع الاولاد نموذج يعني كميه كتير قليله ليه؟ لانه بدنا نعملها بالستوديو بدي أفرجيكم اياها بس بالحياه العاديه كل اللي جبتهم من السوبر ماركت كلهم بحطهم فوق بعض وبحط عليهم المي وبسلقهم طبعا هلا انا رح بلش مثل ما رح بالجزر والبطاطا بس الجزر بس بغسلهم كتير منيح بخلي القشره الخارجيه والبطاطا كمان بخلي القشره وبقصه على طول من اول يوم انه ياكلوا الالياف الصحيين ومثل ما كنت عم بقول اذا صار لكم خضار عضويه بهالعمر الصغير بيكون احسن اذا ما صار يعني جربوا شوفوا حدا بتعرفوه بيزرع ما بيرش كثير بيكون احسن بهالعمر هيدا فلحطهم اوكي وبدي زيد مي بدنا تقريبا شي ثلاث كبايات وبذكركم يعني انا مثلا بحط كميه كثير كبيره البرستو كلها بعملها اول مره

لانه ليش؟ لانه رح نعمله نحن حنعمل كل الخضره هون ورح ننتظر بعدين نحطها بالفريزر وهيك كل يوم طعمه شوي من الولد لانه نحن عم نمثل الامراه العامله يلي ما عندها وقت كثير انها تطبخ. اول نصيحه لليوم مشاهدينا هي انه عن جد لازم تطعموا ابنكم اول ما تبلشوا تطعموه ساعتين من بعد وجبه الحليب، ليه ساعتين؟ لانه ما بيكون هو بعده كثير جوعان، بتعرفوا انه وجبه الحليب بين وحده وحده في ثلاث ساعات. من تاني ميل ما بدكم إياه كتير كتير جوعان وما بدكم إياه كتير شبعان بدكم إياه يكون بلش يجوع وإنتو كمان تكونوا كتير رايقين تحت الطعمه فأي متى من نطعم إبننا أول مرة تقريباً بده يكون ساعتين من بعد ما يشرب أنينة الحليب ثاني نصيحة لليوم هي إنه عن جد بدك تنتظري مثل ما قلت يومين أو ثلاثة قبل ما تبلشي تعطيه نوع جديد من الطعام لطفلك الرضيع، كيف يعني؟ شو اللي قلته بالسوبر ماركت وبدي أرجع شدد عليه، أنا قلت لكم بالسوبر ماركت بشتري مثلا هيدا الجزر بقرأ إنه المكونات عليه في بس جزر ومي، بشتري اثنين أو ثلاثة بس هالأول يومين بتعميه كل النهار جزر طمّن طم بالي انه ما عنده حساسيه على الجزر ببلش بنوع تاني مثلا هون هدول الفواكه هيدول مثلا قشه ثانيه مثل هيدول تنقول نوع ثاني من الخضار ارنبيت فبتعميه ثلاث ايام جزر ثلاث ايام ارنبيت ثلاث ايام بروكولي ثلاث ايام كوسه شو بلاقي بالسوق بجيبهم وهول بخليهم لانه بس بدهم يفضوا بغسلهم هلا بس اعمل الشوربه بعبيهم فيهم وبحطهم بالفريزر فهيدي النصيحه كثير مهمه تنتاكد انه ما في حساسيه وبس اتاكد انه ابني صار ياكل جزر وبطاطا وكوسا وبروكولي كلهم يعني هيدي المسألة بدها تقريبا شي جمعتين ساعتها بروح على السوبر ماركت وبشتري كل هالخضرة هاي وبحطها وبلش أعمله إياها مطمنة بالي إنه ما عنده حساسية عليها نهائيا هيدي النقطة كتير مهمة بس تخلص أول طنجرة ثاني طنجرة بعمل له إياها لأني إمرأة عاملة ومش كل يوم عم بطبخ شو بعمل ساعتها بعمل له إياها مع الدجاج وثالث طبخه بتكون مع لحمه هيك بكون صار ابني صار عمره تقريبا شيء 7 اشهر 7 ونص 7 اشهر ونص بنبلش شوي شوي نعطيه من اكل البيت اذا تاكدنا انه كل الأشياء عم ياكلها يعني ساعتها اذا عمل سبانخ بلحمه ورز بقدر مرق له اياها على عمر 8 اشهر لانه انا طمنت بالي انه كل هالاكل صار ياكله بعدها اليوم بنشوف امهات عمره سنه ونص اولادهم ولحقينهم بالبويات عم بيطعمون اياها هذا شيء مش مقبول بعالم التغذيه انا هلا بدي انتقل على نصيحه المطبخ بنصيحتي لليوم للمطبخ طبعا بما انه الحلقه كلها موجهه للاطفال باي عمر ببلش تعمي ابني شوكولا واشياء حلوه ما تطعموه قبل ما هو يطلب قد ما فيكم تفشوا هالشي ما انه شيء صحي ليه بدي استعجل أعطيه فيا تيتا ويا جدو يا ماما ويا بابا مش ضروري تعطوا اولادكم شوكولا وفكره انه يي يقبرني لازمه حلو هيدي الفكره بدنا نشيلها كليا من راسنا بس الولد يطلب بنعطيه بدون تعقيد وبقوانين وهيك طريقه معينه هلا تاني شغله اللي لازم اقول لكم اياها انه وجود هالحلويات هول الصغار المرضبين بالسوبر ماركت لعمر 6 اشهر و اشهر واشياء على شوكولا واشياء فيها سكر، بليز ما ما تبلشوا فيها ابدا، تكون بحاجه انه يتعلموا ياكلوا فاصوليا ولوبيا ومجدره وكوسه وموزه وتفاحه وبردقانه، هدول اللي لازم نحنا نعلمهم اياها بعمر صغير، وبعدين لاحقين يتعودوا على الاشياء الغير صحيه، يعني ما تعتلي هم تقعدي تعملي لهم مهلبيه وتعملي له كاسترد حتى لو شغل البيت انا بأجل ما فيه خاصة إذا مش مطمنة أنه عم يأكل هالطبخ يعني انا بالنسبه لي كثير غلط اذا ابنك ما اكل مجدره او ما اكل فاصوليا تصير تقول بركي بعمل له مهلبيه بركي بعمل له حلو بركي بحط له سكر ابدا واذا بدك تعملي له اشياء طيبه بدك تكون مأكده انه الركينه بالاكل موجوده قبل ما نعطي هالاشياء السنويه هذا الغلط اللي بيصير بهالعمر بتصيروا خايفين انه يقبرني ما اكل ما اكل ما حب هيك تعطيه كاسترد هيك تعطيه والولد كثير ذكي فبيستفيد من هالشيء وبيصير بس ياكل اشياء حلوه ويبطل ياكل اشياء صحيه هلا انا قدامي هون في كاسترد شغل البيت طبعا بس لكم انه هذا فيه 160 وحده حراريه مثلا هيدا مصدر ممكن يكون فيه شويه حليب ممكن يكون فيه شويه غزة اوكي نقبله بس مثلا الجلو يلي فيه 100 كالوري وبدون اي فوائد غذائيه شو له نفع نعطيه لولد كثير صغير وخاصه انه ما عم بعطيه شيء صحي نهائيا هدول الاشياء بتكون تنتبهوا لها بنتقل مثلا هون انا اذا اضطريت لاولادي سنه ونص سنتين كنت اعطيهم كثير فواكه باللبن لانه بذات الوقت عم بعطي لبن وعم بعطي فواكه وعم طمن بالي انه هيدي اشياء صحيه خاصه ان عمليه بخدها معي اذا راح عند اصحابي راح عند اهلي يعني كنت طعميه هالاشياء هيدي ضميري مرتاح بس على طول بقول لكم من بعد ما كنت طمنت انه عم بياكل كل الاكل الاساسي وعم بيتحلى بي بهالاشياء هي انا هلا بدي ارجع على الشوربه العجيبه اللي بدنا نعملها اليوم لاولادنا واللي كتير كتير ضرورية انكم تتمسكوا باساس التغذية السليمة من هن وكتير صغار هدول الشوربات هون شفت انا حاطه هون أشياء قليلة لحزيد البقايا عندنا كوسة فيني اتركها مثل ما هي كمان ما بعت الهم المي هون لانه هاي المي كلها انا عاوزتها بعدين ما رح كبها فكل الغزل عم ينزل من الخضار رح يضل بقلب الخضره لانه بس اهرسها رح احط ارنبيت اللي جبناه هون رح بروكلي وتذكروا كلهم هول انا مطعمتهم لابني قبل على يومين او ثلاثه ومطمنه انه هو بياكلهم وما بيسببوا له حساسيه، هلا مع انه هي حساسيه على الخضار كثير قليله بس نتبع القوانين. عم بحطهم هون بيبقى لي شويه سبانخ رح قصهم هول السبانخ ولحط ملفوف شايفين شو هالخضره اوقات مثلا انا وصغار بتذكر مره حطيت لهم شمندر صارت الشوربه لونها حمراء 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 يعني بشكل غريب شمندر بيعطي لون كتير ما تحطه لانه صار الولد يعني ما حب لونه بتحسه وفيكم هلا لح سكرها ولح انتقل لسؤال المشاهدين معكم لحتى نشوفه سوا هاي مونيك آه بليز بدي اسالك نحن مع الاولاد بنعاني اوقات كتير من مشاكل بالدائرية واوقات امساك بالعكس بس في اعرف منك شو اوقات مشاكلها وشو ممكن تكون حلولها بليز يعني مثل ما قلت لكم هالحلقه هيدي موجهه لكل الامهات وطبعا كثير عالم بتعاني من هالموضوع هيدا فنحن رح نجاوبكم بالتفاصيل الممله بس بعد الفاصل. يعني دغري نزول ودغري طلوع بلا ما نقرب لقدام اذا قربنا الركبه بتقرب بتحط ضغط على الركبه الولد كثير عنده اسهال وفي خطوره على وضعه اكيد الطبيب هو اول شخص بينسال. دينا بدي كمل حلقتنا لليوم من صحي وسريع وكنت قلت لكم انه هالحلقه مخصصه كلها للاطفال بتمنى تكونوا عم تستفيدوا منها كبار وصغار وحتى اذا كنتوا بعدكم كن مراهقين هيك بتتعلموا اصول كيف تطعموا اولادكم بعد كم سنه الله رد اليوم من سالت كمان قبل الفاصل عن مشكله الكتام والدايريه يعني اذا بيكون في اسهال وكتام عند الاولاد الامهات عم بيضيعوا اول شيء لازم تعرفوا انه هذا السؤال اذا كان في شيء مرضي يعني الولد كتير عنده سهيل وفي خطوره على وضعه اكيد الطبيب هو اول شخص بينسال شو معناتها اكتام؟ هون السؤال الثاني يلي كل العالم بتتخربط فيه ونحن على طول بالعيادات بنسال مدام مثلا بيقولوا لنا انه نحن عندنا اكتام، نجي بنسال بنشوف انه ما عندهم اكتام، هن مفكرين انه عندهم اكتام. الشخص لازم يكون عنده خروج مره كل ثلاث ايام، هيدي باقصى حالاتها الى ثلاث مرات بنهار فطالما الولد عنده بهالكمية بهال يعني الكميه هيدي ما في اي مشكل ومش ضروري تكونوا خايفين، ولازم تعرفوا انه الاولاد وقت يبلشوا يمشوا، وقت يبلشوا يكتشفوا العالم بصير كل شي بدهم الا انه يعني يصير عندهم خروج او حتى كمان وقتها بيكونوا عندهم بوتي يعني بتكونوا عم بتعلمون انه يشيلوا الاحفاد هيدي اكثر مرحله الاولاد بيعانوا منها من الكتام ولازم تنتبهوا كثير على هذا الموضوع يعني تجربوا تتجنبوه خلال الرجيم او الدايت يعني مش رجيم انه الاكل اللي عم تعطوه اياه تخلوا الولد يتحرك كثير لانه كل ما تحرك وكل ما كل ما صار عنده حركه كل ما احسن يشرب مي مثل ما لازم واكيد ما يكون في عندنا ستريس اللي بنحطه للولد انه بدك تفوت على الولد بدك بدك تشيل لحفاض هذا شيء كثير بهالعمر بتحسوا انه بعمر السنتين اكثر مرحله الولاد ممكن يعانوا من هالمشكله هيدي اذا ما كان هالسبب هو الرئيسي وولدكم عنده مشكلة كتام الطبيب ممكن ببعض الحالات النادرة يوصف أدوية بدي انتقل من مشكلة الكتام يلي يعني أنا بالنسبة لإلي كتير بتنحل بالأكل وهلا بعد شوية حاجة أفسركم عنا بالتفاصيل بنتقل للإسهال الإسهال يعني إجمالا بكل الحالات هو بيجي من وراء انفكشن أو فيروس لقطه الولد من شو بيلقطه اكثر شيء من ايديكم يلي انتم بتستعملوا فيه او بتحضروا له الاكل او هو من ايديه يعني كثير لازم تنتبهوا على هذا الموضوع بدون هوس انا هدول الاهل يلي بضلوا لاحقين اولادهم على التك وشو ما بيعملوا بغسلوا له ايديه وهيك هول كمان ما انه شيء منيح لانه مناعه الولد بتنزل للصفر ما بعود الولد عم بيحسن مناعته الفواكه والخضره اجمالا ما بخاف منها خاصة إذا بنغسلها كثير منيح، بخاف من الأشياء النية، بخاف الأشياء المنة الصحية، وأكيد الطبيب هو الوحيد والمؤهل يلي يعني بيقدر يعطيكم نصائحكم الطبية لمعالجة الدايرية أو السيل خاصة إذا كان في حرارة، إذا كان في مشاكل طبية لأنه ممكن ببعض الحالات النادرة تؤدي للوفاة، ما تهملوا قصه الدايريه عند الاولاد وتقولوا انه ما به شيء لح نحن نطببه بالبيت لحالنا، الطبيب هو الوحيد والمؤهل انه يعطيكم هالشهي هل هلا انا رح انتقل قدامي شوفوا شو عندي، عندي كبايه الحليب يلي كثير عالم وقت يصير في اسهال بيوقفوها في مدرستين هون، في مدرسه بتقول انه الولد بكمل عم بياكل عادي اذا عنده اسهال بس بنعطيه يعني بنطول بالنا لانه ممكن هالشيء يكون بده تقريبا شيء 10 شيء 10 ايام حتى تنحل او بدنا المدرسه الثانيه اللي بتمنع الاكل خالص خالص وبتعطي بس رز واشياء هيك هذا الشي بيرجع للطبيب انا مني وعلي بصدق انه ما في شيء بياثر كملوا اكلكم عادي، بس طبعا انا ما فيكم تسمعوا لي بدكم تسمعوا طبيب الاطفال بهالحالات هيدي. المي ضرورية جدا 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 بكل الحالات بحالة الكتام وبحالة الاسهال، لانه إذا ولد عنده إسهال بده يعوض أهم شيء يعوض المي تما يصير عنده نشاف، والكتام كمان لأنه ضرورية تما يصير في عنده كونستيباسيون. ننتقل للفواكه، الفواكه إذا كان في كتام ضروري جدا ضلكم تعطوا اياها واهم شغله انا مثلا مع ابني الكبير بلشت فيها التفاحه بتعرفوا بالولد وقت يكون صغير على عمر الست سبعة اشهر بنسلق له اياها معظم الامهات بشيلوا القشره الخارجيه انا ما بشيلها بخليها وبسلقها شوي وبضربها بالهند ميكسر لحتى ضل القشره ما بتتخيلوا شو بتعمل فرق هالقشره هاي قد بتساعد مثلا البردقانه كل الاهل بيعصروها بس انا ما بعصرها انا بفتحها بشيل البذر اللي بقلبها وبحطها كمان بالهاند ميكسر هيك بيكون الولد بهالعمر هو صغير عم بياكل اللب يلي يعني هو الفايبر واللي هو كثير مهم ولا مره كان عندي مشكله اكتام مع الأولاد الموز من الفواكه اللي كثير مهمه هلا ببعض الحالات هو الفواكه الوحيد يلي يعني بيعطوه للولد اللي عنده إسهال مش بالضروره لانه كمان فيه ألياف هذا معتقد غير سليم من هالناحيه هاي الخبز الاسمر بنسال على طول باي عمر بعطي ابني خبز اسمر من اول يوم بتعطوه خبز انا يعني بعمر السبعه اشهر وثمانيه اشهر بلشت اعملهم ترتين لبنه بس حطي كتير لبنه تتش كتير كتير وبسلمونيها اياها هلا كل العالم بيقولوا لا وبيتشردقوا هيك انا بحس مع ثلاث اولاد ما كان عندي مشكله والولد بيتشردق بس تركوه يعني بس يتشردق هو عنده ريفلكس دغري بيرجع يعني بيصلح حاله طبعا مش تتركوه يختنق وهو انت عم تتفرجوا عليه بس انه الفكره انا بعطي خبز وبعطيهم خبز اسمر من عمر كتير صغير والطبخ هون حطيت كبة لبن بس اقول انه الطبخ من اهم الاشياء الموجوده بحياتنا اليوميه كل شيء الولاد لازم ياكلوه من عمر صغير هلا طلع قدامنا كب بلبن فاصوليا لوبيا مجدره كوسه الولاد اللي بياكلوا طبخ اجمالا ما عندهم مشكله كتام اجمالا واللي بيكون عندهم دايرية او بيكون عندهم اسهال برجع بقولكم الجواب عند طبيبكم اذا بتعطوه اكل عادي اي او لا انا بآمن بالمدرسه اللي بتقول انه من طعمه شو ما كان حتى لو الولد عنده اسهال هلا بدي ارجع على شوربتي يلي بدكم تشوفوا كيف صارت اوه هيدي الريحة اللي كتير عالم ما بتحبها رح أه، شيل منها شوية مي إذا عزت يعني أحسن شيل المي وإذا عزت برجع بزيدها هيك أحسن طريقة لأنه ما بديها كمان تكون كتير سهل أه، كتير ليكويد وبرجع بالهاند ميكسر مثل ما شايفين هون بدي اضربها لحتى تنهرس شايفين كيف عم تنهرس بسرعه وهون هلا بدي اقول لكم نكمل بنصايح للاسبوع او نصايحنا لهالحلقه هي انه لازم ضروري جدا تستعملوا الكرسي العالي وقت الوحده عم بتطعمي ابنها وهيدي الكرسي هون حاطين بيئة بالاستوديو حتى تعرفوا عن شو عم نحكي هيدي الكرسي من اهم الاشياء اللي لازم تكون موجوده على بحياتنا مع الاولاد بنجيبها بنحطها حدنا نحن عم ناكل مع العيله على طول على طول الولد بياكل على هالكرسي لا بياكل قدام التلفزيون لا بياكل هو وعم بيلعب لا بياكل نحن عم نعمل فيستا قدامه انه والله شو هالشيء المهم انه عم بياكل خليني بس خلص هون حتى شفتوا قديش هينة ولا بيأكل كمان الولد ونحنا وتاتا وجده وسته وعمته وكلهم قدامه عم عم بغنوله فرير جاكو ويعملوله اشي انه والله شو عمل الولد اكل ما تنسوا مشاهدينا انه ابيخ شغله بهالدنيا انه الولد ياكل فما تعملوا له منا اشياء كثير مهمه انت لازم تكون كثير رايقه بشكل مش طبيعي اكيد الام ما لازم تكون جوعانه هي عم تطعم ابنها انا على طول كنت فوت من الشغل اذا جواصلي على الشغل انا اكل قبل ما طعم ابني لانه اذا كنت انا جوعانه هالشيء بيكون بصير خلقي ضيق عليه فهذه الشغله كتير مهمه انكم تنتبهوا لها ورابع نصيحه لليوم اهم شغله اذا انتم عم بتطعمي ابنك ما تعتلي هم اذا ظهر اكل طبعا طبعًا عم بيتعلم شيء جديد يمكن يصير كله جزر، ما في مشكل، نحن بهالعمر انا كنت طعمي ابني على طول وقت ارجع من الشغل عم طعميه، اعرف انه هلا وقت الحمام لانه راسه وطمه وتيابه كلها ممكن تصير اكل، فما بعتلهم هالنقطه هيدي نهائيا، لانه اول ما يبلش ياكل عم بيتعلم شيء كتير كثير جديد. هلا نحن طبعا حلقتنا كلها للاولاد بس ما بننسى شق الرياضه. مخصص للام تحت هي عم بتطعم اولادها هي عم بتكمل حياتها العمليه تضلها تعمل رياضه وتضلها تهتم هي برشقتها رح نشوف انا وياكم السبور مع وائل هو ها مونيك حلقتنا لليوم كيف نقوي عضلات الاجرين ونحن عم نستعمل حركه اللونجز كتير حركه مهمه ضروري نعرف كيف نعملها لانه اذا تعلمنا كيف نعملها بتقوينا كثير إذا ما بنعرف كيف نعملها ممكن كمان تسبب خطر لبعض المفاصل. أوكي، خلينا نشوف. أول خطوة هي إنه ناخذ فشخة كبيرة كفاية، نوسع الإجرين عن بعض، يضل الجسم جالس، الهبس خصر بده يكون لقدام، بنفس الوقت ننزل مباشر نزول بيربنديكولر على الأرض. يعني دغري نزول ودغري طلوع بلا ما نقرب لقدام، إذا قربنا الركبة بتقرب بتحط ضغط على الركبة وبلا ما نرجع لورا بهالشكل بصير الجسم صحيح 90 درجة وهي شبه 90 درجة بس اتعود على اللي بنسميها سبليت سكوات اللي هي المرحلة الأولى من اللانجز ساعتها أنا ببلش فيي اختي الخطوة الأولى نحو اللانجز. لانجز أفضل نبلش أول شيء ريفيرس لانجز يعني لورا خلينا نشوف كيف برجع بإجري لورا بصير الجسم جالس وبرجع بعمل سبليت سكوات وهالمرة بس قرب بطلع مباشر لقدام. بس بصير اعمل هيك ببلش يدخل الجلوتز اكثر الجلوتس عضلات الفخذ من ورا اللي فوق برجع بنزل ليه احسن لورا او اهون لورا لانه الركبه بنعرف بهالطريقه ما حتقرب وتتخطى الاجر فهون بتضلها سيف بس منوصل لمرحله متقدمه وصير عضلاتنا قويه اكيد من مرن يمين قد شمال بصير فيي اعمل اللونجز اللي قدام بس اعمل اللونجز اللي قدام بدي أختي خطوه لقدام جسمي جالس بنزل اتاكد انه الركبه فوق الانكل دغري بتكون فوق الاجر وبرجع بقوه، اوكي الرجعه لازم تكون قويه لانه كل ما ارجع بقوه اكثر كل ما الجلوتس عضلات اللي ورا بيشتغلوا اكثر فاذا بيساعدوني حتى شد الجسم، اوكي وشد الاجرين، اوكي برجع بعيد داون اند باك اب، الاجر الثاني ولفوق وبستقوى اكثر بصير وزن الجسم بكون منه كافي ساعتها نحن بحاجه لأوزان فهون فينا نبلش بالدمبلز اوكي جسمي جالس بهد الدمبلز نفس الشيء بخطي خطوه لقدام بس اوصل هون بينزل جسمي دغري ستريت داون وبرجع بعدين بتفش بقوه لورا كمان بنعيد لقدام لتحت وبقوه لورا ومع الوقت بتصير الحركه سموث اكثر يعني بشكل متكرر اوكي بلا ما نقطش فيها مش عم بقدر وقف كثير عم بتسلى وبحس بالقوه كمان وهيدي القوه مش بس بتنبع من الاجرين هيدي القوه بتنبع من جوا لانه السبور بقوينا مايند اند بودي ومشان هيك بننهي دائما الحلقه ومنقول هو ها هو <applause> ها وائل عن جد ثانك يو على كل الأفكار اللي عم تعطينا اياها والمساج يكون كتير واضح للام اللي عم بتطعمي اولادها هي وصغيره هنن وصغار ضروري جدا انه انت تكوني حابه حالك حابه صحتك صحتك تكون منيحه لحتى تقدري تعطي هالشيء للاولاد وما تتخيلوا الاولاد قد ايه بيتاثروا بالام الرياضيه اللي بوجهن لحتى هن كمان يتبنوا هالحياه الرياضيه والحركه يعني تروحوا تطلعوا تنزلوا على الدرج تعملوا رياضه بالبيت قدامهم ما بحب انا فكره انه انا صرت ام خلصت حياتي هون وما بقى اهتم بحالي هيدي الفكره بدنا نشيلها بالعالم العربي بالعكس بدي ضلني اهتم بحالي حتى اسلم لاولادي اذا بدكم او ضلني حد وضلني قويه معهم لعمر كتير طويل باذن الله هون الشوربه صارت حاضره مش منيحة رائعة ممتازة هيدي هلا بتجيبوا هول الحناجير يا صغار يا كبار نحن حطينا شوي أكثر أو هول الصغار حسب ابنكم بأي مرحلة بتتذكر وقتها بتخلص هالطنجرة بنعمل الطنجرة الثانية بدجاج الثالثة بلحمة أنا بعبيهم كلهم يعني نهار اللي كنا نعمل هيدول كان نقعد بعض الظهر نعبيهم وخلص على شهرين ما بعود أعمل هيدي على على شهر انا يعني وصغار ما بعمل هيدي الشوربه واصلا هاي الشوربه حتى وقت يصير عمره مثلا سنه رايحين عند حدا مش محضرين اكل على اخر دقيقه فيهم ياكلوها لانه شيء كثير كثير مغذي وبس تعبون بتتركوا شوي على يعني من فوق لانه وقت يجلدوا بتكون تحطوهم بالفريزر بتعرفوا المي بتكتر الحجم تبعها وهذا الشيء بياثر انه بتنفخ مشان هيك بدنا نترك شوي فراغ من فوق بنمسحهم طبعا بننطر تحت يبردوا وبنسكرهم من بعد ما يبردوا وبنحطهم بالفريزر هلا انا رح اجيب شي من الفريزر حضرته قبل بوقت أحوه. هيدا شيله انا كنت بس ارجع من الشغل حطه بالبراد ولادي يمكن كانوا ياكلوا اثنين شيل اثنين حطهم بالبراد تاني نهار وقت اجي من الشغل بفتحها وبتكون دايبه بسخنها بالمايكرويف وهيدا الشيء هلا رح يوصلني على سؤال الفيسبوك يلي سالوني سالني ربيع من مصر عم بيقول انه هو ما بحب يستعمل المايكرويف هل هالشيء منيح ايه او لا فانا رح اقول انه على مسؤوليتي فيكم تسخنوا الاكل بالمايكرويف كتير سليم ما له اي ابعاد صحيه تخيلوا انه انا حتى هول كنت سخنهم بالمايكرويف لاولادي بس بدي لكم شغله اوقات بيمصلوا يعني بتحسوا المي صارت عاليه والخضره تحت ما في مشكل دغري بترجعوا بتضربون ثانيه بالهاند ميكسر وبيمشي الحال كمان اهم شغله كتير اولاد بيقولوا لي ما حبوا الاكل ما عم بحبوا ضروري جدا كام صالحه انك تدوق الاكل قبل ما تطعميه لاولادك هلا انا هون مش حاطط ملح وبهار بس اذا رشيتوا رشه ملح ما رح يصير شيء كمان اللي لازم تعرفوه انتم بتكون تذوقوا الاكل شو ما بتطعموا لاولادكم ذوقوه لانه اذا مش طيب هو كمان بيشم وبيستطعم مثلك مثله انا لالي كثير كثير طيبين وهيك بطمن بالي اني عم طعمي شيء لابني طيب من بعد الفاصل مشاهدينا رح نلتقى بضيفنا بفقره المشاهير حليب الام هو الحليب الكامل اللي ما بيلزمه أكيد. انك تزيدي معه اي شيء اخر أكيد. مشاهدينا بنكمل حلقتنا لليوم طبعا على طول بأجواء صحي وسريع وضيفنا لليوم دكتور نبيل نقولة أهلا وسهلا فيك دكتور نقولة حضرتك كمان نايب شو بتحب منقول النايب قبل الدكتور أو دكتور قبل النايب لا أفضل أنا كلمة دكتور دكتور مثل ما بيقولوا بكفي لأنه هذا شيء تعبت عليه وبحس حالي مرتاح باللعب اكثر من اي لاب اخر <applause> حضرتك طبيب في جراحه الاسنان وطب الاسنان ونحن ببرنامج صحي وسريع كثير يعني مثل ما بتعرف بنحكي كثير عن التغذيه والتوعيه الغذائيه وخاصه نتمنى انه العالم كله توعى على صحتها وعلى تاكل بطريقه مضبوطه وتغير اللايف ستايل تبعها قد انت بتحس انه الاسنان بيتاثروا بالغذاء الغير سليم يعني في فكره كانت خاطئه عند الناس بالسابق كانوا يعتبروا انه الاسنان هي بتطلع ما لها اي قيمه وانه شيء زياده بجسم الانسان يعني ولكن اذا مزبوط بدنا نحافظ على اسناننا يعني الفم هو اول مدخل للجسم طبعا وللتغذيه فالاسنان بيعلمونا بالجامعه انه ببلش تغذيه الاسنان من لما بيكون بعده الجنين في حشاء امه من هون ببلش تغذيه الاسنان نعم. يعني معناتها الام اللي بتكون مستقيمه من المفروض انها تهتم بغذائها اكثر من الوقت اللي بتكون عادي ليش لانه اذا بتهتم باسنان ابنها او بنتها اذا اسنان الولد هو بعده في حشيه جوا يعني حتى ف... قبل ما... مش بس قبل ما يطلعوا الاسنان قبل ما, ما يطلع و... قبل ما يخلق بس يتكون بتبلش لانه الجرم تبع الاسنان بتتكون من رابع شهر بتبلش تتكون الجرم تبع الاسنان بحشاء امه فاسمعوا منيح يعني معناتها الام لازم تنتبه <applause> على صحة أسنانه ولاده قبل ما يخلعوا <applause> لكن إذا نرجع على بطن أمنا إذا كان أسناننا ما منيح لا مش هالقد يعني بس أنه في بعدين أشياء بت فاكتور دو ريسك بيسموها أول شيء بعدين في عندك شيء زيادة إذا أهملتي أكيد النظافة وأهملتي الأكل بعدين بتزيد ولكن في 50% من من الموضوع هو بتغذية الأم قبل ما يولد الولد موضوعنا اليوم كان عن التغذيه كيف الواحد كيف الام لازم تبلش الطعمة ابنها اكل يعني من عمر اربع اشهر او ست اشهر يعني حسب الحكيم شو بيطلب قد حضرتك ما زال عم تحكي يعني هيئتك كثير مصمم على هذا الموضوع أه يعني ادخال الطعام المضبوط عند الاولاد كمان قد ايه بياثر انتم كاطباء وخاصه انه هلا صار في شيء عند اطباء الاسنان متخصصين عند الاطفال شو بتحب تقول لهالاهل يعني كيف الانتباه لسنان تنظيف الأسنان؟ حتى او إحنا مثلا بنشوف بالكتب الاجنبيه واللي بيجوا من امريكا واوروبا قد ايه بيدعوا انه الاهل والام تنظف اسنان ابنها حتى لو كان عندها سن او سنين بيقولوا لك بي بي بشقفه بي صغيره نظفوا لهم في فراش خصوصي للبيبيات بيقدروا يستعملوه وتنظف له اسنانه لانه اكيد هو صغير ما بيعرف ينظف بس <applause> اهم تغذيه لاسنان الاولاد هي الرضاعه <applause> يعني الام اللي بترضع اجمالا هي يعني كل الغذاء اللي لازم للطفل اللي كان من ناحيه المناعه او اللي كان من ناحيه اعطائه كل الفيتامينات اللازمه هو الرضاعه حليب الام هو الحليب الكامل اللي ما بيلزمه انك تزيدي معه اي شيء اخر اكيد لهالسبب هيدا هو النصيحه انه الام ترضع باطول وقت أكيد. ممكن ترضع ترضع الولد هلا اذا ما عندها القدره هيدي اكيد فيها تعوض عنه بمأكولات تكون فيها الفيتامينات اللي لازم اللي هو موجود بحليب الام ما كتير صعبه يعني تعرفون بالموجودين الفيتامينات الموجودين بحليب الام والزياده بسمون مينيرو الاملاح اللي اللازمه والكالسيوم وال ف فهالامور هيدي كلها سوا هي يلي بتساعد الطفل بعدين انه يكون عنده اسنان قويه، وفي شغله كثير مهمه هي النظافه، نظافه الاسنان، وقد ما فيهم يخففوا السكريات السكريات للولد، مش بس لاسنانه، لكل شيء بالمستقبل، الحقيقة. لانه بنعرف انه في شغلتين مضرين للانسان هو السكر والملح طبعا وهن اثنين نساوي بحاجه نحن لهم ولكن بحاجه بكميات كثير قليله مش بكميات كبيره رح ننتقل شوي لنعرف عنك اكثر هذا اللي بنحب نحن نعرف عنك دكتور نقولة قد ايه بتعد كيف عم بتنسي اذا عم تقدر تنسق بين الطب وبين السياسه انا النهار اللي اخذت القرار اني اشتغل بالسياسه تركت المهنه تركتها لعدة أسباب أولا إذا الإنسان بده يكون طبيب وبنفس الوقت بده يشتغل السياسة لا بيقدر يتابع المواضيع السياسية كما يجب ولا بيقعد يقدر يتابع الأمور الطبية كما يجب م. يعني إذا بده يعمل اثنين بيكون كل شغلة عم يعني بيعملها نص نص مزبط. ما بينجح فيها أو وحدة منهم بدها تاخد من حساب الثاني فالأفضل إنه الإنسان اللي بيقرر يعمل السياسة من الأفضل لألو إنه يترك المهنة ويتعاطى السياسة وألا من الأساس ما يعمل السياسة ويترك أيها تعبتك محتو. أكثر؟ يعني اذا بتطلع على حالك اليوم كسياسي واذا بتطلع على حالك من كم سنه لورا كطبيب اسنان اذا هيك ايها احلى العيشه مش عم نحكي انه اي اريح في شغله يمكن قاسم مشترك بين الاثنين هي العلاقه الانسانيه بين المريض وبين الطبيب وهي ذاتها موجوده بين المواطن والنائب، يعني في قاسم مشترك انه الطبيب دائما بيتسمع على الناس م. ونفس الشيء رجل السياسه لازم يتسمع على الناس. الناس، فهيدي قاسم مشترك بين الاثنين. الخبره اللي, اللي اكتسبتها بالطبابه عم تطبقها يعني الانسان اذا بده يكون واقعي ثنين سوا فيهم اذا بدك انه يستمع للناس ولكن ايها بتتعب اكثر اكيد السياسه بتتعب شايفينك يعني جاي ويلا وعندي وبدي اروح وبدي اعمل ولازم يعني عن جد اجيتكم يعطيكم الف عافيه هلا نحن انا بدي اعرف هالسياسه اللي على طول معجوق واللي ركت بركت حياته اي ساعه بيوعى تقريبا اول شيء بدو اي ساعه بنام ايه لا بسالك انا بسال اي ساعه بتوعى وبعدين بسالك اي ساعه بتنام طب انا نسألك. <applause> انا من النوع اللي بيوعى بكير يعني, يعني, طلوع الشمس بس تطلع الشمس لانه ما بقدر نام والشبابيك مسكره أوكي. او البرديات مسكره يعني بس, بس آه يطلع الضوء بوعى لوحدي يعني احسن آه الارم <applause> لحتى اوعى الصبح هو الضوء اي ساعه بتنام مش قبل الساعة واحدة اثنين كل ليلة واو يعني ما بتلحق سبع ساعات ما في لا اوقات ما بيجيني اربع ساعات نوم فقط بتنامون منيح هول بتنامون منيح يعني اكيد بنامون بس عم تحلم م... بالسياسة بالاذنية لا ليك بس حط راسي على المخدية لان يعني بيبقى راسي مرتاح بالشي اللي عملته كل النهار دغري بنام ضميرك بس المشكلة هي انه دائما بيظهر في بيظهر التعب علي بيقولوا لي بك شيء ليش هيك عينيك هيك لانه ما بيعرفوا انه الانسان منو منه نايم ثمان ساعات مثل ما لازم ينامون ومنو عم بيكون عنده ايجيان دوفي يعني طريقه حياه مزبوطة. منظمه منظمه طريقه حياتنا منا منظمه تعمل الرياضة؟ آه بتلاقي وقت تعمل الرياضة؟ يعني عم عم بجرب لاقي وقت اعمل الرياضة بس الرياضة اللي عم بعملها صفة رياضة داخل غرفة يعني شو هي؟ ايش شو بتعمل داخل؟ آه بعمل آه تابي يعني هيدا مثل تابي بعمل بسكليت كمان داخل الغرفة اوكي و... وبعمل التير يعني هودي والله إيه. هل هالشي يومي؟ آه لا لا كل قدية مش تقريبا؟ يومي. يعني اكثر شيء بتزبط معي ايام السبت والاحد اكثر شيء بتزبط معي ويعني بارضية الجمعة صعبة عم يعني مش عم, عم بتابع مش عم بقدر بشكل مش عم تعمل 30 دقيقة بالنهار مش عم بقدر اعملها بشكل صحيح لانه أوكي. انجا اوعى ساعة واحد يوعى بس يطلع الضو ياخذ دوش وغيره بده يطلع انه شو عنده بنهاره او شو في اشياء صايرة ما المشكلة انه اليوم صرنا مشكلتنا هي التوك شو اللي عم بيصير انه دغري بيتلفنولك مثلا سبعة ونص او ثمانية شو رايك باللي الحديث اللي قاله فلان <applause> وشو رايك بالحديث فما ما يكونش واحد يحكي على الشمال وعلى اليمين بده يكون, يكون واذا قال للصحافه والله بعد ما طلعت بيعتبروه انه هيدا ما عم بيقوم بمهنته كما يجب كما يجب فلهالسبب هيدا انه انجا واحد يوعى ويعمل هالاشياء كلها سوا بيكون بلش وقت المكتب حتى طيب يروح على شغله خبرني شو بتاكل يعني نحن هذا كل همنا نعرف ما تاخذيني موديل بالاكل بس لا لانه ل... لانه انا باكل كثير غلط ح... اعتراف حلو الواحد يعترف بغلطه هيك نشوف اي ساعه قلت لي بتوعت بشو قد وشو شو, ب... شو كيف تبلش نهارك غذائيا يعني يعني غذائيا اكيد آآ... فنجان القهوه النسكافيه من عبكرة اوكي بتحط مع معه مبيض او بتحط معه لا حليب لا لا ما فيني انا عندي الرجيه على الحليب على الحليب لكن أنا مع مبيض. مبيض كم ملعقه مبيض بتحط ما بحط ما بحط اه بس بلاك يعني بتاخذه بس بلاك بلاك كوفي بدون سكر بدون سكر, سكر. اوكي بتاخذ هالفنجان بعدين فنجان مع اثنين توست والجبنه بدها تكون جبنه صفراء مش جبنه بيضاء الصبح اوكي كميات كبيره لا اثنين توست بس اثنين اثنين توست صغار اوكي برافو بعدين هيدا كل شيء الصبح بعدين الظهر ما بعرف اي ساعة بتغدى وما بعرف شو بتغدى وما تسأليني بدي اسألك بدي اعرف شو بتاكل لأنه اوقات بوصل على الغدا باكل ساندويش انا وجاي على الطريق اذا كان عندنا اجتماعات بعد الظهر اوكي سو شو عنا اوبشنز يا ساندويش في عندك محل ما بدي اعرف اسامي طبعا يعني بس في محل معين بتوقف عنده بتشتري ساندويش او وين ما كان يلا وقفوا لا لا وين وين ما بيكون اوقات بقول له للشاب اللي بيكون معي زبطان معروف شيء ساندويش شو بتنقي؟ اج اجمالا اه يعني لانه بده ياكل واحد ساندويش ما فيك تاكلي ساندويش شوفوا شو, شو بياكل تتعرفوا اه شو بياكلوا اجمالا اجمالا <applause> انا بطلب ساندويش مثلا جبنه او بقول له جبنه منقوشه ورشوا عليها جبنه او العكس يعني جبنه مع شي فايت على الفرن ومحمص كثير منيح وقاتل كل <جلسي> ليك انا ما تاخذيني موديل بالاكل لا لا ما غلط ما انه غلط لا لا, لا ما شفت شيء غلط انا من وقت اللي بلشت بالنيابه صار رتم حياتي غلط أوكي بس بالاكل وبالريحه وبكل هالامور زيد وزنك ما بدي ما بحب أطيش على فكره زيد وزنك وقت ما صرت في فتره زاد وزني فيها لانه في العشوات الغيطه للعشوات هلا يعني <applause> زعجك شيء الغيط العشوات صرت بروح على العشاء بس ما باكل هاي مش اول مره بسمع نايم عم بيقول لي يا بالبرنامج انه بنروح على العشوات ونحن العالم بتكون يا حرام قايت لحالها وعامله من قيمتكم ما بتاكلوا شيء سو اذا عازمين النواب على العشاء ما تحضروا عشاء اذا حدا بيعزمني على العشاء احلى شغله هي شقفة جبنة أو لبنة مع زيتون أو بندورة وزيتون أو لوحدة حاسبك عزمتك أنا العشاء أحلى عشاء طيب بنوقف بناكل يا جبنة يا منقوشة وهيك وبعدين او اوقات شي ساندويش كفته اذا هيك مرقنا مش محل بتريحة ريحه دل... في شي اسمه طبخ لبناني مجدره كوسه محشي <applause> أطيب انا اطيب اكله عندي المجدره مع انه انا وصغير كانت الوالده تعاقبني لاني ما كنت اكل مجدره. هلا صرت تحبها بس سافرت على فرنسا اشتقت لها للعالم اشتقت لها للمجدره، صرنا ناكل مجدره بس سافرنا، وهلا أني احلى اكله عندي هي اكيد المجدره بس ما ما بتمرق على البيت تتغدى مثلا؟ لا ولا مره، ما عندي وقت امرق على البيت والمدام بتطبخ؟ المدام بتطبخ اكيد بس بتطبخ للأولاد مش لالي امم يعني ما عبره مزبوط بس لازم نرجعك على البيت على بكره فيك تتروق فاصوليا اذا بدك انا ما عندي مشكله بس ما توقف أكل صح يعني ليك انا عن جد مش عم بمزح ما مشكله هي اضبط شيء اهم شيء هي الترويقه يعني اذا اذا وقفت على الترويقه او اذا انت يعني لازم تاكلوا طبخ اكثر عن جد اذا هيك مقضى كل نهارك هيك تروق صحن مجدره على مسؤوليتي صارت معي فتره كنت اقوم من على بكره الصبح قلن على عروس مجدره <applause> <applause> شو اسمها المدام بس؟ كاترين <applause> كاترين، رح نقول لها ميرسي كثير، أول شيء بدي أشكرك وجودك وهي حكيمة كمان حكيمة شو؟ استوماتولوج يعني آه. كمان أسنان ووجه و كمان أوكي، لكن رح نقول يعطيك العافية إلك ويعطيها العافية إلها ولازم تاكل من طبخ البيت بقى نحن ما عندي مشكلة بنطلع بالكونكلوجن إنه الواحد لازم ياكل صحن طبخ على بكرة صحن طبخ بالنهار، إذا وصلت إنه نتروقها أي ساعة بتترك بيتك أنت، يعني تقول لهم باي باي أكتر شي بتأخر بالبيت لثمانة ونص الصبح بكون تارك البيت يعني بتكون نفسك شوي كتير بلد ما عم شو عندك أولاد؟ عندي ثلاث أولاد عندي بنت وصبي وبنت توم. الله يخلي لك اياهم يا رب ويخليك فوق راسهم ويخليك خلينا اياك كمان سياسيا آه هيدا كتاب صحي وسريع لمدام كاترين ولك طبعا نتشكرك كثير لوجودك معنا شكرا يعني عم عليك. نتعرف على الشق الاخر من السياسيين بلبنان مشاهدينا ما تنسوا انه لازم ننسى الدايت ونعيش صحي وسريع ونحن بنشوفكم الله راض جمعه الجايه بحلقه جديده من صحي وسريع شكرا لك شو ما كان وضعك شو ما كان بدك ما تعبتلها تفاحة صف بعيد كل حبوب رقوس كتير هز حالك جيب اغراضك لحق حالك عبكير بخ لبناني طلع الدرج ابدا ابدا ما فيها حرج انت اكيد منك محروم كل كل شي منك مظلوم ومهما كان وزنك مريع مهما كان وزنك مريع فورجيت دايت صحي وسريع صحي وسريع. وسريع شو ما كان وزنك شو ما كان عمرك شو ما كان وضعك شو ما كان بدك ما الهم نحنا حلك صحي وسريع اكيد حتى فكر بصحتك شي شوي وقوم اتمشى بهالحي سعدا سعدا نط كتير واوعى تنسى هالتفكير خلصت طبخة بدقائق وطعمي بيتك عالي